اعضاء النادي بيجوا يقعدوا هنا ياكلوا يشربوا. احنا عندنا 4 فروع تانية. مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد، مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، وهنا ده المقر الاساسي ده الرئيسي. يعني شيء رهيب. لسه فاتحين واحد اللي هو بتاع التجمع الخامس يوم 1/6 اللي فات. 1/6 اللي فات. 1/6 اللي فات. مساحته 54 فدان. والله ما شاء الله. كله اتفتح واتعمل. بس حلو، هي الحلو انه في الفكره، في الواحد يجي يقعد قاعدين يشرب. لا تقعد مع اهلك ومامتك والوالده والوالد. والله هتبسطوا جدا هنا. لا كتير يعني. هتلاقي بقى الناس كلها بتسلم عليهم وبتقعد معاهم وبياكلوا وبيشربوا. انت عارف الحياه في مصر هنا برضه مختلفه. غير الدنمارك والسويد خالص. لا 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 شيء ثاني. هون تجمع يعني. ايوه تحس ان الناس معاك، تحس ان الناس كلها حلو كتير. الخضار يعني هناك هيك مناطق حلوه كتير. لما يجوا الاهل تجيب اهلك. لما الانديه في اوروبا بتبقى متخصصه في العاب معينه. احنا عندنا هنا يعني اتفضلي طبعا بيبقى في ماتش للاهلي دي الشاشه الكبيره. اوكي. المكان هنا بيبقى فيه مثلا بتاع 6-7 آلاف واحد. انت دي كلها بتبقى مليانه ناس. ده بقى مبنى تاني كيف نيري الاهلي يعني. ده كسب بطولات يعني. هنا مجلس الاداره لما بيبقى فيه مجلس اداره اجتماع مجلس اداره بيتعمل سوق. بقى هنخش دلوقتي على دولاب البطولات. يعني زي ما قلت لك من 1907 لغايه دلوقتي بطولات كتيره جدا خدها النادي الاهلي. اهم كؤوس اللي خدها النادي الاهلي في تاريخه من 1907 لغايه دلوقتي بتلاقيها موجوده هنا اهو. يعني زي ما انت شايف ده درع الدوري حافظ ولا لسه؟ 43 تمام. دوري ابطال افريقيا 11. برافو. ايش صار؟ بعرف حافظ بس ان شاء الله 12. ان شاء الله ده تشد معاش و44 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الفتره اللي جايه، لانه يعني الفتره اللي جايه احنا هنلعب دوري ابطال افريقيا. مش عارف ان احنا داخلين على ماتشات مهمه وصعبه جدا يعني. اول ماتش ان شاء الله بالجزائر. اول ماتش بالجزائر. اول ماتش ممكن العب فيه انا بدوري افريقيا. كولر بقى. شو لاش كولر ده هو اللي احكي لك كلام معاه. هبقى اتكلم انا معاه. هبقى اتكلم ان شاء الله.